سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال. في فيديو اليوم حبيت نتقاسم معكم طريقه فصاله الكتان الفاخر او لو تيسو نوبل. هذا لو ترافا لو تيول ترافايي، ان تيسو غالي ومليح باهي بزاف، يخدموه الهنوده. هذا ستان ترافاي في على ما، وعلى بها يكون غالي. لو تيول ترافايي ستان تيول، تيول صح مطروز على ماشين، جو باليد مطروز، ومن بعد معمر باليد، يعني ستان ترافاي كامل على ما. على بها يجي غالي. خاصية تاع الكتان هذا انه يديروا له لا غارنيتور على الحواشي، يعني في الحاشيه كامله دي دو كوتي تلقى طرزه كبيره، ومن بعد طياش في الوسط. هذا ستان تيسو يستعملوه بزاف العرايس، يعني يديهولهم في الحنات ولا العروسه كي تشريه تحب تخيطوا حاجه فاخره التصديره تاعها. مثلا تقدر ديروا اون روب سواري، تقدر ديروا اون روب كافتان، او بيان وهراني، وبزاف راهم يستعملوه الوهراني، راه هو لا مود كيما على بالكم. لكن توجور يوقعوا في حرج انه غارما وين يطيحوا في خياطه اللي تجيب لهم الفصاله اكزاكت. علاه اكزاكت؟ باسكو هاد البها نتاع الحواشي من الاحسن نستعملوه في بها القندوره. انا ديما نقول لهم بلي لو تيسيو هذا راهو بهاه منو فيه، ما نحتاجش نزيد نحط له غارنيتور، ما نحتاج نحط له غالون، ما نزيد نحط له والو، نخيطو منو فيه. الا اذا لا كليون طلبت بنفسها تزيد نحط لها حوايج حاجتها، او اذا كان الكول الوهراني، هنا سي اوتر شوز، الكول اللي راه يتركب معاه. حبيت نقول لكم كيفاش نعتلكم، يعني طريقه باش ما تخفيكمش كيفاش نفصلوا لو تيسيو هذا بلا ما نفسدوا البها نتاع الحواشي تاعو. هذا اللي يتباع ب 3 متر، يعني فدت وفهمتكم كيفاش نشريو الكتان الطول على العرض. الطول تاعو نشريو قد ما حابين، اما العرض راه ما يتبدلش. هذا العرض نتاعو فيه 1.30 متر، متر و 30 سو كيفي راهو قصير. على بها يبيعولك بالتلت مترات، تلت مترات كي تقلبهم على نص يرجعوا متر ونص، هذيك هي طول طول تاع لا بيغسون. دوك الكتان راني عاملته على نص، ومن بعد على نص كيما راكم تبعوا في يديا، تبعوني كتان طبقته على نص بالطول، ومن بعد طبقته على نص خلاف، رجع لي اربع طبقات. الحاشيه هذه الباهيه المزخرفه راني حطيتها الربعه فوق بعضاهم مقابلين السور، باش انا من بعد نفصل في الجهه تاعي. كيفاش نفصل؟ درت لكم باش تشوفوا لو تيسي على طولو. انا راح نخدم من هنا ان شاء الله راهي تكون تبان لكم برك مليح. زيد نقدم شويه الاضاءه شويه رديئه، ما لقيتش كيفاش نعدل، واحد مشكل تاع تريسيتي حدث لي. باذن الله العطل يتخدم. اول حاجه في لو تيسيو هذا هي نحكم عرض الكتاف، نحط لامره تاع الكتاف افيك ايبانجل، ها هي نزيد نهود ولا نهبط 25 سنتيم باش ندير لامره نتاع التركيز او حرزه الابط او الطبق تو سامبلومون. كي ندير لامره هذه هي اللي نحط فيها عرض الصدر. هاد لا بيرسون اللي هزيت لها لي ميزور تاعها بالشريط المتري، نزيد نحط لامره نتاع العرض نتاع الصدر نتاع لا بيرسون. هنا راني نهز تقريبي، ما رانيش نهز فينال. علاه؟ باسكو هاد البها نتاع لي تيسيو راني من بعد نقفل زوج مع بعض، زوج مع بعض يروحوا في الظهر وزوج الاخرين يقعدوا في القدام. تاع القدام نخليه نصه محلول، اما تاع الظهر نقفلها كامله. سو كيفي نلاقي الساع هادو نقفلهم، ومن بعد عاد نرجع نفصل فينال. انا هنا باش نفرق التيسو حطيت لامارا نتاع عرض الصدر، نزيد نحط نتاع لي اونش راهي طبعا بزياده. نجي نحط هذه اللوحه تاعي مولفه ديما نفصل بها، تسهل لي الامور بزاف. نحطها في لامارا تاع راس الكتف، ونعدي على تاع الصدر، نزيد نعدي على تاع لي اونش، ونهبط لتحت باش نحكم الكتان على عرضه. انا هنا جيتيليز كتان كامل ما نفسدوش، نستعمل كامل الكتان من تحت، لا غوب عريضه تجي باهيه. لو مورسو كي ريست هنا هو اللي ندي منه لي مانش. لا بيرسون دوموندات دي مانش 3/4. كي تعود عروسه ولا حسب الموديل، ولا دوموندات لا بيرسون اي مانش كورباي، عندي لارجومون لو طو هنا، ولا عندي هنا البلاصه ندي لا مانش اللي حبيت. لكن لكن قفطان ولا لا بيرسون دوموندات روب دو سواري بالدرعين، عندك هنا ما كانش حرج، لو مورسو هذا يجيب لك لا مانش اللي حبيتي. هذا هو الخطا اللي ما تقعوش فيه يا خواتاتي، انه الكتان هذا نخليوه للقامه زوج، واحدة تاع زوج للقدام وزوج من اللوراء، اللي من بعد لو ديكور نلاقيو زوج مع بعض، ديكور من القدام وديكور من اللوراء. هذا راني نعاود لكم والاعاده افاده. وهذا لو مورسو اللي قعدنا هنا على جنب راهو مقفول،
هو اللي نخليوه لي مونش. هنا راني نفصل بكفايه منفذ هذا الكتان وما طيح لي منه حتى فتوته، ابا هنا كي نفصل لا مونش يقعد لي ان بتي مورسو. كي نحب نزيد نستعمل لي زابليك هادو نقصهم ونزيد نحطهم على الرقبه كديكور زياده ما فيها باس. ان شاء الله تكون الشرح تاعي واضح. كي نفصل ونقسم لي تيسو نرجع لكم باش نعتلكم كيفاش قفلت لي كوتي وكيفاش ندير المونتاج. هذا واش كان في فيديو نهار اليوم. نخليكم على خير ومع السلامه.